بالنسبة لأحداث ماسبيرو اللي هي بتاعت المسيحيين ده، أنا كنت بره في الوقت ده هوت وسمعت جامد جدا جدا جدا، والناس افتكرت إن مصر مولعة. طبعا أثرت على لو حد عايز يجي، بس يعني اللي عايز يجي بيجي. هو النسبة في حالة انحدار تام من أول الثورة، نتيجة لأن الناس فاكرة إن الأمن منعدم، وإن ما فيش حد في الجهة الإدارية للأسف بيقوم بحملات تطمين في الخارج علشان الناس دي هي تطمئن تاني وتيجي، على الرغم من ان احنا شايفين البلد فيها امان، امان جامد قوي قوي قوي، بس ما فيش حد بيبذل مجهود في الحته دي. بالنسبه للموضوع اللي هو احداث ماسبيرو والثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول، في حجوزات كتير لغت. بالنسبه لشرم والغردقه، يعني احنا عندنا الاماكن اللي فيها سياحه ها لسه متماسكه، يعتبر شرم والغردقه نسبه الاشغالات متراوح 60-70، فالى حد ما شغاله غير كايبو خالص 30-25% السياحه قائمه على ان يبقى فيه امن، ده رقم واحد. عشان يبقى فيه دوله فيها سياحه لازم يبقى فيه امن، تمام. طبعا كل الاضرابات والكلام اللي بيحصل ده طبعا بالسلب على السياحه. لما تخش فنادق كتير هتلاقي الاشغال فيها ضعيف، حتى اللي وقف شرم الفتره اللي فاتت ديت او الغردقه تعتبر اللي هي حاجه اسمها السياحه الداخليه. السياحه الداخليه ديت اللي هو السائح المحلي اللي هو مصري، سائح عايش في اسكندريه بيطلع شرم، في القاهره بيطلع غردقه، وطبعا يعني الكلام ده هو الى حد ما اللي كان ساند السياحه سنه. انما احنا نتكلم كسياحه واقعيه، السياحه ضايعه، مفيش سياحه، مفيش حد بيجي. اللي بيجي يا اما مراسلين يا اما صحفيين علشان يشوفوا الاوضاع، لكن فين السياحه؟ مفيش سياحه. بلا شك السياحه مصدر مهم للدخل القومي المصري، وعشان كده لازم كلنا نقف ايد واحده ونتكاتف عشان نقدر نرجع السياحه مره تانية لبلدنا. نور حسين، نهاركم سعيد.